الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان. الرحمن علم القرآن، وصلى الله على سيدنا محمد الذي حببنا في القرآن وجعلنا بالقرآن نستحق معيته ومحبته. سعيد بتجدد هذا اللقاء معكم أيها الأحبة الأكارم في سلسلة تروم الحديث عن أم القرآن، عن فاتحة الكتاب. اليوم سنقف عند اسمين من أسماء فاتحة الكتاب. الاسم الأول أم القرآن، وهذا الاسم ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. كل صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن، أي بفاتحة الكتاب، فهي خداج، أي ناقصة، خداج، مخدوجة، منقوصة. وهذا الاسم له أكثر من دلالة، فإذا تأملنا في كلمة أم، تسمى الأم أما لأنها مصدرنا ومنشأنا، ومنها أتينا، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. فكأن فاتحة الكتاب، سورة الفاتحة، هي أم صور القرآن الكريم. كل هذه الصور ترجع إلى فاتحة الكتاب. ثم المعنى الثاني الأصول، فأم الشيء هي أصله. فمن هذه الناحية فاتحة الكتاب وما اشتملت عليه من قضايا كلية مرجعية هي التي تؤطر، إن شئتم تؤطر، القرآن الكريم. يعني هي التي تسلط الإضاءات الكبرى على صور الكتاب العزيز. فكأننا إذا قرأنا فاتحة الكتاب أخذت بأيدينا لكي تدلنا على المعاني التفصيلية التي احتوتها من خلال الصور التي تتلوها في المصحف الشريف. فلو مثلاً لو أخذنا هذا الاسم وطرحنا السؤال الآتي عن المحاور الكبرى التي اشتغل عليها النص القرآني، يعني لماذا نزل كتاب الله عز وجل؟ هناك الهداية الكلية الكاملة وداخلها محاور كبرى. يمكن لك أن تقول وأنت واثق من أن مهمة كبرى من مهام الكتاب هي تعريف الناس بخالقهم، لأن وقع للبشرية تيه وحيرة وضلال، وبعض الناس أعطى لعقله المجرد المحدود صلاحيات لم تعط له، هي فوقه ليست ضده، هي فوقه.
ولذلك لما تجرأ بعض الناس فأعطوا لخيالاتهم ولتفكيرهم الحرية المطلقة اللي هي في الحقيقة فوضى فكرية، بدأوا يتخيلون الله، كل قال عن الله شيئا والله تعالى ليس كذلك، لأن التصورات التي يتخيلها الإنسان ومن خلالها يتوقع أشياء، يرسم خيالات منطلقة من واقعه الذي يحيط به، والله تعالى ليس كمثله شيء، ليس هناك خالق آخر رأيناه أو خالقين متعددين رأيناهم وتعايشنا معهم، ومن ثم من خلال حركاتهم بدأنا نعطي تصورا معينا للخالق، هذا غير ممكن وغير واقعي وغير منطقي وغير علمي. لكن هكذا الناس صوروا الله في شكل أصنام فعبدوها، في شكل آلهة بشرية، أنبياء رفعوهم في ظنهم ولكنهم أحرجوهم من ربهم يوم القيامة، مثل عيسى عليه السلام رفعوه وجعلوه إلها وابن إله وهكذا. فالبشرية عندما تفتقر إلى الطريق الموصل إلى الله عز وجل ستفتقد الصورة التي يجب أن يتعامل بها مع الخالق سبحانه عز وجل. من هنا كان من أهم مقاصد القرآن الكبرى أن يعرف الكتاب، كتاب الله، الناس بخالقهم، كأن الله تعالى يقول لعباده: أنا أعرفكم بنفسي، لا تستطيعون أن تدركوني، لا تدركه الأبصار ولا أن تتخيلوني، هذا ليس بإمكانكم ولا بمقدوركم ولستم مطالبين به، أنا أعرفكم بنفسي من خلال كلمات الكتاب الأخير على النبي الخاتم، فأدلكم على ذات العلية وأساعدكم على أن تتعبدوني من خلال التعرف إلي، وذلك بتأملكم للآيات التي أنزلها على رسولكم محمد صلى الله عليه وسلم. من أهم قضايا الكتاب الكلية أن يعرف الناس ربهم، أن يعلموا: فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بحقيقة الألوهية سبحانه وتعالى، هذا مطلب أساس من مطالب هذا الكتاب العزيز. إذا تقرر هذا فإن من بين الطرق التي تساعدنا على معرفة الله عز وجل معرفة صحيحة سليمة عميقة، على الأقل هناك طريقان: أولهما التفكير في السماوات والأرض والإنسان، التفكير في المخلوقات، يعني ما خلق الله من شيء وما خلق الله من أرض وسماوات، وأعظم ما خلق الله في الأرض والسماوات هذا الإنسان العجيب، التأمل في خلق الإنسان والتأمل في السماوات والأرض طريق إلى معرفة الله وعظمته وجلاله وجماله وكرمه ورحمته وغير ذلك. الطريق الثاني التعرف إلى الله من خلال أسمائه الحسنى التي وردت في هذا الكتاب العزيز، قراءة هذه الأسماء الواردة في الكتاب أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قراءة هذه الأسماء والتأمل فيها ومحاولة الاقتراب من أنوارها، هذا يساعدنا على أن نكون في الطريق إلى تقدير الله حق قدره وتوقيره التوقير الذي يليق به، حتى لا نكون ممن قال فيهم
ما لكم لا ترجون لله وقارا. وفي من قال فيهم وما قدر الله حق قدره. حتى نقع في هاتين الورطتين نحن نلتجئ إليه سبحانه، إلى أسمائه الحسنى، نقرأها نتأملها كما هي في سياقاتها القرآنية، وإذا بنا نشعر بأننا أقرب إلى الله معرفة وعلما. إذا استقر هذا الأمر كذلك، تعالوا إلى فاتحة الكتاب فلننظر فيها، كم فيها من أسماء الله الحسنى؟ الحمد لله، الله، رب العالمين، الرب، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، وقرأها رسول الله مالك يوم الدين، إذن ملك والمالك. هذه الأسماء، أسماء الله الكبرى في هذه السورة، هي في الحقيقة بمثابة أم أسماء الله الحسنى، إليها ترجع أسماء الله الحسنى الوردة في الكتاب في مساحاته المتعددة. فمن ثم سميت فاتحة الكتاب بأم الكتاب، لأنها من هذه الناحية فيها مثلا أمهات أسماء الله الحسنى، وهي الله، الرب، الرحمن، الرحيم، الملك. الاسم الثاني الذي ورد في السنة كذلك وكذلك في الكتاب، السبع المثاني، السبع المثاني. فأما السبع فلأنها سبع آيات، سبع آيات. وأما المثاني فيجمع مثنى أو مثنى، وهي مشتقة من التثنية، وهي ضم ثان إلى أول، ضم ثان إلى أول. يقولون ووجه الوصف به أن تلك الآيات، أي آيات الفاتحة، تثنى في كل ركعة، أي إنها تضم إليها السورة في كل ركعة. وقيل لأنها تثنى في الصلاة، أي تكرر، فتكون التثنية بمعنى التكرير، تكرر. ونحن نقرأ بها في الركعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة إذا كنا نصلي لأفذاذا، يعني في غير الجماعة. الجماعة ننصت إلى الإمام، في أقوال متعددة للفقهاء، ليس الآن مجال الحديث عنها. لكن الذي يهمنا هو أنها سميت مثلاً تكرر، فالله تعالى شاء أن تكون هذه السورة هي التي نكررها في ركعاتنا كلها. وفي ذلك يعني توجيه إلى التأمل المستمر في معاني هذه الآيات من هذه السورة الكريمة، حتى نستطيع أن نجيب عن طرف من السؤال، لماذا بالضبط هذه السورة لوحدها تكرر؟ وعند الجمهور لو قرأنا القرآن كله في ركعة واحدة دون فاتحة الكتاب ثم ركعنا ورفعنا من الركوع، الركعة باطلة، لا نرقعها لا بالبعد ولا بالقبل، لابد أن أتي بركعة أخرى ثم بعد ذلك نرقع الزيادة في الصلاة. المهم أنك أنت أمام تساؤل وجيه، وهو لابد أن هناك حكمة، والآن ربما قد اتضحت لنا بعض خيوط هذه الحكمة. فكونها أم الكتاب وكونها فاتحة الكتاب، هذا على الأقل يمدنا برأس خيط لكي ندرك طرفا من حكمة الله تعالى وحكمة رسول الله صلى الله عليه وسلم في جعل هذه السورة تكرر باستمرار في ركعاتنا في صلواتنا. هذا ما استطعت أن أتحدث به اليوم في هذه الحلقة الثانية. إن شاء الله يتجدد لقاؤنا مع اسم آخر من أسماء فاتحة الكتاب، في سبيل
تدبر آيات هذه السورة العظيمة المباركة. بارك الله لكم ولكم في الكتاب والسنة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.